السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني أخواتي في البرنامج هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة في تربية الأولاد الاطلاع والقراءة والتعلم، إنما العلم بالتعلم. القضية التربوية قضية مهمة جداً. أنت ما تبني بيتا ولا يعني تبني قصرا، أنت تبني إنسانا، وهذا من أصعب الأمور وأهم الأمور. طيب، إحنا لو نقول واحد يبي يبني بيت، شنو بيسوي؟ بيروح يبي يسأل، بيروح حق مكتب هندسي، ولا بيقول لك بروح حق واحد ثاني وبسأل ربعي اللي بنوا من قبل، وراح أقرأ وبفتح اليوتيوب. ليش؟ عشان أبني بيت. طيب، أيهما أهم، بناء البيت أو بناء الطفل؟ لا شك أن بناء الطفل أهم. طيب، شنو لازم أسوي؟ أتعلم. أتعلم عن طريق ماذا؟ عن طريق قراءة والاطلاع والسؤال. أسأل منه، يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا أسأل مثلا العلماء، شنو الأمور الموجودة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن تربية الأولاد، فأتعلم من المشايخ والعلماء. أسأل الدكاترة، دكاترة مثلا اللي تخصصهم طب نفسي ولا يعني نفسية الأطفال، وعندهم خبرة بالأمور هذه، يعني الأخصائيين الاجتماعيين، مدراء المدارس اللي عندهم خبرة في التعامل مع الأطفال، فأسألهم شلون أتعامل مع الطفل، شو الأشياء اللي لازم أسويها، شو الأشياء اللي أبتعد عنها. فالعلم أمر ضروري في كل شيء. أنت قبل لا تسوي أي شيء تحتاج انك تتعلم. يعني انت لو تشتري جهاز جديد، فاول شيء تسوي تروح تقرا الورقه اللي موجوده، شلون انا اشغل الجهاز، شلون احافظ على الجهاز اذا كان في خلل، شلون انا اصلحه، شنو هي خطوات. طيب، من الاهم الاجهزه ولا اولادي؟ لا والله اولادي اهم. يمكن في ناس يقول لك يا معود ما له حاجه، انا ابوي شلون رباني انا بربي عيالي. احنا ما نبي نطعن في الاباء، عسى الله سبحانه وتعالى يبارك في الآباء، وعسى الله يرحم الأموات منهم، لكن إحنا لابد يعني أن نعرف الحقيقة أن الآباء غير معصومين. طيب، وقد يكون فاتهم بعض الأشياء، وقد يكون في أشياء في زمنهم نافع، لكن في زمننا ما لها أثر، أو قد تكون ضارة. فأنت لابد أن تطالع وتجدد هذه المعلومات، وتحضر المحاضرات. يعني حتى لو كان المحاضرة أو الدورة عليها فلوس، يا أخي ادفع. إحنا مو ندفع فلوس حق المطاعم، ندفع فلوس حق السفرات، ادفع فلوس إنك تحضر دورة. كيف أتعامل مع ابني المراهق؟ كيف أتعامل معهم في مرحلة البلوغ؟ كيف أتعامل مع البنات؟ كيف أتعامل مع الأولاد الذكور؟ طيب، فالعلم هذا مهم جدا، لأن الكثير من الناس ما يحسن التعامل مع أولاده، وبعدين لما يكبرون يقول ليش يا أولادي كذي؟ ليش ما يسمعون كلامي؟ ليش سووا الخطأ الفلاني؟ لأن كان في تقصير في تربية الأولاد، أنا سويت لهم كل شيء. طبعا الكلمة هذه وايد نسمعها من الأب والأم، أنا سويت لهم كل شيء، ليش ما يسمعون كلامي؟ طبعا لما تي وتسأل الأب شنو تقصد أنا سويت لهم كل شيء، يقصد الرعاية، الفلوس. أنا أعطيهم معاش كل يوم لهم مصروف، وكل أسبوع أو كل شهر لهم طلعة، وكل ست شهور في سفرة، أو بالسنة نسافر مثلا مرتين. زين، كل شيء أنا سويت لهم، ليش يسوي؟ طيب، الفلوس مو كل شيء. الفلوس نعم هي شيء مهم، فلا تفرط بالجانب المعنوي وتركز فقط على الجانب المادي. فالشيئان مطلوبان، الجانب المادي والجانب المعنوي. فالاطلاع والمواصلة في قراءة الكتب المتخصصة في تربية الأولاد أمر مهم جدا، وكذلك تحديث المعلومات اللي عندك. إذا كان في كتاب جديد، في دراسة جديدة، شوفها شلون أتعامل مع الأولاد، لأن فهم الأولاد أمر مهم جدا، فهم الأطفال أمر مهم جدا.
أنا ما يصير أتعامل مع الصبيان نفس البنات، لا الصبيان يختلفون عن البنات كما قال الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى. أنا ما يصير أتعامل اللي عمره سنتين مثل اللي عمره 10 سنوات يختلفون. طيب أنا شلون أعرف هذه الفروقات النفسية؟ زين عن طريق الاطلاع والقراءة وسؤال أهل الذكر أهل التخصص. زين هذا لا أتعامل معه بالترغيب. شلون يعني بالترغيب؟ يعني إذا سويت هالشيء راح أعطيك، ما يمكن أنا ما أتعامل وياه بالعقاب، لا لازم أنطر كم سنة لما يكبر ويوصل حق السن الفلاني، لا هني أتعامل معه بالترغيب والترهيب. يا شلون يا ولد إذا سويت هالشيء راح أعطيك، وإذا ما سويته ترى راح أعاقبك. وطبعا لما نتكلم عن العقوبة ما يصير تكون العقوبة مثل يعني لما عاقب إنسان مجرم، يعني لازم يكون العقوبة مدروسة، العقوبة تكون معقولة، العقوبة تكون مناسبة. يعني أنا المفروض ما عاقب الأولاد نفس العقوبة على أي خطأ. يعني مثلا عاقبة لما ينقص بدرجة مثل لما يطق أخوه ولا يكسر شيء في البيت، أو أحيانا خل أفكر هل يستاهل الأمر أني عاقب ولا ما يستاهل. طيب وكذلك لازم ننتبه لما نتكلم عن عقوبة الأطفال أنه المفروض ما تصل إلى درجة أن الضرر أن أضر العيال، يعني أطقهم حيث أنه يحمر الجلد. أول شيء هل يجوز أنك أنت تضرب الأطفال ولا لا؟ يعني ما يجوز أن طفل عمره 4 سنوات أضربه، وين الرحمة؟ وين الرأفة؟ وين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام ضرب طفلا؟ هذا أمر يعني مرفوض عقلا ودينا وعرفا أن الإنسان يضرب الأطفال، ما يفهمون. يعني أحيانا حتى أطفال يعني ما بلغوا سن الكلام يضربون. تول الطفل يمكن عمره 2 سنين ينطق، ليش؟ والله بكى، والله أذاني ما خلاني أنام. عجيب. وهل تتوقع أن هذا الطفل تعمد الأذية وتعمد أنه يخرب وتعمد؟ ما يدري، قد يكون الطفل هذا يريد أن يكتشف. يعني ترى اليهال يحبون يكتشفون، فلما يفتح شيء يشيل شيء يحط شيء ويكسره ما يقصد، يبي يكتشف. فالمهم أن ما نصل مع الأطفال إلى مرحلة الضرر، بحيث أنه يعني أعطيكم يعني الضرب المبرح. وهم مثل ما قلت هل يجوز أن أضرب ولا لا؟ نعم، ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10. يعني تشوفوا هذا أهم أمر في الإسلام، أمر عملي اللي هو الصلاة. ومتى؟ إذا كنت آمره بالصلاة 3 سنوات، إذا ما فادت 3 سنوات بعدين أضربه الضرب الغير مبرح. فلا بد من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولا بد من التعلم وتحديث هذه المعلومات حتى ننشئ طفلا يحبه الله سبحانه وتعالى ويبني المجتمع في المستقبل ويدعو لنا بعد وفاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.